الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجهة بن ملا الخنيفرة تشارك في هذه المسيرة الاحتجاجية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وهي تنخرط في كل مبادرات نضالية لعموم التنسيقيات التعليمية، كما تدعو لتوحيد نضالاتها عوض تشتيتها في الزمان والمكان من أجل مواجهة كل هذه المخططات التدميرية للقطاع، مخططات تدميرية تتقاطع أيضا مع ما يتم العمل عليه ومباشرته في جملة من القطاعات الأخرى، حيث أن مدير الأكاديمية يباشر جملة من التضييقات على الحق في الانتماء النقابي بمتابعته للمناضلين النقابيين الذين يشهرون بالفساد الذي يعرفه هذا القطاع. كما نسائل في الوقت نفسه المجلس الأعلى للحسابات، نسائل النيابة العامة، نسائل وزارة التربية الوطنية عن تسترها المفضوح على النهب والتبذير الذي يعرفه المال العام بالقطاع. تحية نضالية عليا من داخل إطارنا العتيد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. سطرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المجلس الوطني مجموعة من الوقفات والاحتجاجات النضالية، وذلك لإسقاط مخطط التعاقد. مخطط التعاقد هذا الذي يمس الوظيفة العمومية والمدرسة العموميتين. فنحن الآن في مدينة بني ملال نخوض معركة ومسيرة جهوية ومعتصم جزئي تجسيدا لبرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني، وذلك لإسقاط التعاقد. ونحن مقبلين على مجلس وطني لتسطير برنامج نضالي أقوى وأقوى 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 من 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 النضالات. يمكن أن ندخل في معركة اللا عودة، معركة شل المدارس، وهذا لرد الاعتبار للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ورد الكرامة لكل الأساتذة والشغيلة ورجال ونساء التعليم. هذه المسيرة أو هذه الأشكال النضالية التي خضناها اليوم في جهة بني ملال الخنيفرة جاءت استجابة لنداء التنسيقية الوطنية أو المجلس الوطني في بيانه الأخير، والذي دعا إلى مجموعة من المسيرات وأيضا إشكال نضالية، منها اعتصامات في كل المديريات على في ربيع كل هذا الوطن. وجاءت هذه الأشكال إذن استمرارا في مجموعة من الأشكال البطولية والنضالية التي خادتها التنسيقية الوطنية لرفضها أو لرفضنا لهذا المخطط العين، وهو مخطط التعاقد، والذي جاء ليس لسد الخصاص كما تدعي الدولة أو كما تروج الدولة، وإنما الغرض من هذا التعاقد أو هذا التوظيف الجهوي هو القضاء على المدرسة العمومية، هو القضاء على حق أبناء الشعب المغربي وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني، كما قلت دائما يستجيب لتطلعات الوطن والمواطن، وبالتالي نرفضه جملة وتفصيلا، ونرفض كل المخططات التخريبية في حق المدرسة العمومية.